مع اشتداد موجة الحر التي تضرب العراق مؤخرا، تشتد حدة التظاهرات التي تجتاح معظم مدن البلاد احتجاجا على الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية. وحيث وصلت درجات الحرارة إلى معدلات قياسية فاقت معظم دول الجوار، يكافح العراقيون للحصول على جرعة نفس لعلها تنعش رئاتهم التي خنقتها أدخنة الحروب. عضو تنسيقية محافظة بابل علي الجنابي قال إن المحافظة تعاني من نقص حاد في تجهيز الطاقة الكهربائية، والحكومة أخلفت وعودها في حل هذه المشكلة، ما أثبت عجزها التام عن تقديم أي خدمة للمواطنين. وفي محافظة ميسان لم يكن الحال أفضل مما هو عليه في بابل، إذ أقدم متظاهرون على قطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى محافظة ذي قار احتجاجا على تردي الطاقة الكهربائية، مطالبين بإقالة المسؤولين الفاسدين في محافظتهم. التظاهرات امتد أوارها إلى محافظات ذي قار والقادسية وكربلاء، إذ قام المتظاهرون فيها بإغلاق الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة وإغلاق محطات الطاقة الكهربائية غضبا من انقطاع الكهرباء المستمر. ذات الحال في محافظة القادسية التي خرج أهلها متظاهرين محتجين في الشوارع ليغلقوا الطرق المؤدية إلى مبنى دائرة الكهرباء بالإطارات المشتعلة. وزارة الكهرباء تقول أن العراق ينتج 13500 ميغاوات ويخطط لإضافة 3500 ميغاوات خلال العام الحالي بوحدات توليدية جديدة، غير أن هذه الوعود سئمها العراقيون ولا يثقون بها أبدا، فهي ليست بالجديدة عليهم. الكهرباء التي كانت سببا في اشتعال التظاهرات في البلاد منذ سنوات عدة أنفق عليه العراق أكثر من 40 مليار دولار دون نتيجة تذكر كما يقول خبراء، وقد أصبحت أعظم معاناة في البلاد وخاصة للنازحين الذين يفترشون الأرض ويلتحفون شيئا من خيام لا تكاد تقيهم من لهيب الشمس.